بسم الله الرحمن الرحيم. نهني الأولاد على الفوز لأن كانت مباراة مهمة باش نفوزوها. اللي استفدنا مدرسة أخرى، مدرسة ضد العراق، وعاوتاني مدرسة سات أمريكا ضد ريبوبليك دومينيكان، اللي تا هما متأهلين للأولمبياد. يعني بجوج بهم عندهم فريق كويس مزيان وقوي. وأنا الخلاصة بالنسبة لي هي الاحترام اللي ولا دابا درك الفريق الأولمبي المغربي، لأن بجوج بهم غيروا الخطة ديالهم ورجعوا للور، وكانت واحد الكتلة صعيبة باش تجبر الحلول، ومرتين سجلوا علينا في المرتدة ان كونتر اتاك ضد العراق ودابا ضد ريبوبليك دومينيكان. تماك اللي خصنا نجبروا عاوتاني حنايا ماشي غير الحلول هجوميا، ولكن خصنا نكونوا منظمين لما جينا الكونتر اتاك. سا سي لو بلوز امبورطون. الخلاصه بالنسبه ليا اللعابه اللي كان عندهم الامكانيات وبينوا بالامكانيات ديالهم راهم ربحوا عاوتاني بلاصتهم، وكاين عاوتاني اللي ما بينوش. هذا الشيء كنقولها لهم، اي معسكر اي لحظه، 5 دقائق 10 دقائق، مباراه كامله نص ميتون، توجور خصهم يبينوا ويكونوا على اعلى مستوى. كاين 15 بلاص اللي غيتبريباري بها ديال ايفان 3، انت كتبان شويه الصوره ولا مازال بعيد؟ لا مازال بعيد، لان كما كنقول بليزيور فوا وقلتها، ماراثون ماشي سبرينت. من هنا للصيف ان شاء الله يحن ربي. دابا درك حنايا كنخدموا من معسكر لمعسكر، كنحاولوا نلعبوا مباريات ضد مدارس اخرى ونستافدوا من دوك المباريات، واللعابه اللي كيكونوا موجودين يبينوا الامكانيات ديالهم. غير كسؤال اخر، شي ميساج للاطر الوطنيه اللي عندهم لاعبين ايفان 3؟ حنا كنتكلموا معنا لعابه ديال ايفان 3 تيقولنا خصنا شويه دقائق، خصنا نلعبوا. واش كتنسقوا معاهم شنو خاص لعابه ايفان 3 البطوله باش يلعبوا؟ بحال دابا ديجا كتعيط لبعض اللاعبين ما عندوش دي مينوت بحال اللعابه اللي كاينين في لورو. لا، وهذا الشيء اللي يعني انا راني قلتها بليزيور فوا، انا اولا ما عنديش شي فرق ما بين المحليين واللعابه اللي كيلعبوا برا. انا كنطلب منهم يلعبوا دقائق، اهم حاجه روح اعاره، خرج، روح شوف فين غادي تقدر تلعب، شي مدرب اللي عنده الثقه فيك وشي فريق اللي تقدر تلعب فيه باش يكون عندك دقائق وعندك الريتم. من بعد لما يكون عندك الريتم، يعني الحاجه تكتيكيه وداك الشيء نقدروا نصلحوها، ولكن الريتم صعيب لان ما عندناش حنا بزاف ديال الوقت. المباريات كيكونوا متقاربين وخصهم يكونوا واجدين. سي لو بلوز امبورطون. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.